السلام <much> عليكم ورحمه الله مرحبا بكم من جديد دونك وصلنا ان شاء الله في المطار بازابا دونك نحاولوا نحكيو على لاكتيفيتي النيميرو 6 بالنسبه لاكتيفيتي النيميرو 6 ما هدي هي الكتاب على الصفحه uh, عن 161 هذه هي بالنسبه للكتاب لاكتيفيتي نتاعنا كي نقراو لاكتيفيتي 6 كوميتاصيون انديريكس اوني ديريكسيونال اسيميتريك اون رابون لو شيما دو موتور دو نيميرو 4 اون

على سي سو على اساس الشيما هذيا مش اسيميتريك باقي سيميتريك ما نجمش نخدمو في لي تاع لي سويتشر هذوما دونك لازم واحد من لي دو يكون اكسيوني صح ولا دونك وقتها الكوميتاسيون تاعك سيميتريك ما تكونش اسيميتريك اوكي هذه اول حاجه دونك اكيد باقي وحده من هذوما تخدم 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 دونك اول حاجه هذه لا كوميتاسيون نتاع الشيما هذيا تاع لاكتيفيتي كات اي سيميتريك عمرها ما تكون اسيميتريك ما مثل مثال تخدم ترافاز فاز والا بعد 4 فاز 3 فاز كات فاز او 2 كات 2 دو، كات دونك باقي يخدموا 4 فاز بال 4 فاز آه اول حاجه غالطه مش هذيك الشيما نتاع الاكتيفيتي نورمالمون الاكتيفيتي 5 كما قلنا الشيما راهي غلطة. باش نحكي على لاكتيفيتي 5 اللي كنا حكينا فيها مقبلك فما كاتبين كو ا بي سي دي وهذه هي لي سورتي نتاع السيركوي دو كوموند نتاع الـ... لي 4 فاز نتاعنا لكن لي 4 فاز هذوما مره كي نشوف كو ا بعد كو ا كو بي بعد بي بعد بي و سي بعد دي بعد سي سمحني سي دي بعد دي بعد دي ا دونك شاكيو على لاكتيفيتي 5 سي با لاكتيفيتي 4 نشوف لاكتيفيتي 5 هذه اللي يحكي عليها دونك يحكي على كيو ا بي كي يحكي على اسيميتريك او سيميتريك هنا نحكي على السيركوي دو كوموند نتاع لي 3 كيما في الكتاب لاكتيفيتي هذه هي لاكتيفيتي 6 في الشيما نتاع هذايا لوبيان التابلو اللي عندنا عطينا لا كوموند لي 4 فاز phase A, B, C, D. la commutation est symétrique. Yani, cest de deux, okay? deux phases Donc, commutation est symétrique. La commutation symétrique. Le même nombre de phases qui sont X et T. بوندون ان تور يعني كي نقول سيميتريك نفس عدد لي فاز اللي يخدموش نحصل على دوره كامله هنا اش معناتها سيميتريك كي نقول اسيميتريك دونك هنا ما نفس النومبر دي فاز كي سون اكسيتي بوندون ان تور كما موجود في الباج 161 اللي هي مره ا مع ا بي بعد بي بعد سي دي دونك مره فاز مره زوز معناها كوميتاسيون تاعك اي اسيميتريك ثاني حاجة كنقولو إينو يعني ميم سونس دو كورون دون زون ميم فاز نشوفو وقت لي ترونستور إي بلوكي يعني انتربتور عبارة عن انتربتور إي محلول يعني ما عطيتش كورون في الباز كورون إيكال زيرو يعني ما عنديش أن سينيال نيميريك في الباز نتاع ترونستور القرص نتاعي هذايا إي محلول وقتها لابوبين أ أو بيان لافاز أ إي نو إكسيتي Voilà donc euh, اذا كان بتبيع ا euh, ما يعديش دونك كورون ما يعديش لكن لو كان نحكي على فما كورون في الباس دونك لو ترانزستور هذايا اي ساتوري وقتها لا فاز ا يتعدى فيها كورون ما الكورون في كل فاز اي ديريكسيونيل يعني يا يتعدى كورون او ما يتعداش كان تعدى كورون اذا كان تاع ترانزستور ساتوري دونك تاع دي كولوم من الفوق لو طاي من البلوس فير لو موان واذا كان ايتي بلوكي يعني انتربتور هنا ايتوفير الانتربتور نتاعي وقتها لا فاز ا اي نو اكسيتي معناها عندي سونس واحد تاع كولوم يتعدى الى هكاش معناتها كولوم اوني ديريكسيونيل او بيان اوترمو لا كوميتاسيون اوني ديريكسيونيل كي نقول اوني ديريكسيونيل ميم سونس دو كورون هنا دونز اون فاز اوكي نفس السونس تاع الكورون في فاز واحدة هي تعديله هيك لا كوميتاسيون اي اون يوني ديريكسيونيل باه نرجعوا على المونتاج هذا اللي نورمو غالطين في الاكتيفيتي دونك نحاولوا نخدموا على الشيمه هذه باش نحاولوا آه نخدموا لاكتيفيتي سيس مش الشيمه اللي عطينا نتعدى لاكتيفيتي سيس لاكتيفيتي سيس بيع قلنا مش الشيمه هذه هنا كالكولي لو نومبر دو با بار تور نتحداول هنا للتابلو نتاعنا التابلو نتاعنا باش نحاولوا نحكيو على اش معناتها فاز مره فاز مره زوز دونك نشوف الكام تاعنا عندي كيو ا ايغال ان من بعد الكيو ا والكيو بي ايغال بعد البي برك ايغال ان نثبتوا مره فاز مره زوز مره فاز مره زوز مره فاز مره زوز من وقتها تسمى لا كوميتاسيون اي اسيميتريك فاز بار دو فاز ما لا فاز ما لا زوس اكش معناتها لا كوميتاسيون اي اسيميتريك معناش نفس النومبر دي فاز اللي يخدموا باش نحصلوا على دوره كامله اوكي okay? دونك نبداو سا كي نقول كو ا آه ايغال 1 آه وقتها لو ترونستور تي اون اي ساتوري لو البقيه لي ترونستور الاخرين كلهم بلوكي بيسكو عطينا كورون كان في الباز لي خاص بالتونسورتيون وقتها لا فاز اي تكسيتي لا فاز ا اي تكسيتي وقتها الموتور باش يكون الروتور نتاعنا لابارتي بارتي تونت اوريونتي دوفون لا فاز ا ثاني حاجه اذا كان ا و بي ثنين ايكال ان كي ا و بي ثنين ان و ترونستور تي دو تي اون اي تي دو ثنين دو ترونستور ساتوري وبالطبيعه الاخرين سون دو ترونستور بلوكي وقتها لارب دو موتور او بيان اوترمون لو سوريونت بين الا و البي وقت انا موجود في لا بوزيسيون دو ثالث حاجه وقت اللي هنا نحكي على الكوبي الا من الترانزستور تي دو هذاك يكون ساتوري والبقيه سون دي ترانزستور بلوكي 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 وقتها لو لا partie tournante s'oriente قدام la phase B وقت انت في la position 3 وهكذا حتى نوصلو لل position الاخرانية اللي, اللي هي la position 8 عنا position 2 3 4 5 6 7 8 اما الموتور نتاعنا كي يقول لي ديترميني لو نومبر دو با بار تور باش نحصل على دوره كامله عندنا 8 با بار تور بالنسبه للاكوميتاسيون اي اسيميتريك بعد ما كملنا التابلو هذايا نتعداو معنا باش نحبو نحكيو على الإجابة على لي 3 كيستيون اللي, اللي عندنا دونك كالكولي لو نومبر دو با بار تور دونك شنقول وقتها عندنا ويت با بار تور تقول لي أول حاجة باش نحكيو على الفورمول بور ديكريير لو نومبر دو با بار تور إيكال إم فوا بي فوا كا أن فوا كا دو

دونك هنا في هنا ان سول بير دونك نور سو دونك في بير واحد من بي ايغال ان فوا ك 1 ك هنا نحكيو على لا كوموتاسيون هنا يوني ديريكسيونيل او بي ديريكسيونيل الكون قلنا اي يوني ديريكسيونيل من ك 1 واحد الك تقول واحد او اثنين كان يوني ديريكسيونيل تكتب واحد اذا كان بي ديريكسيونيل نكتب اثنين اوكي دونك الكورون تاعنا اي يوني ديريكسيونيل معناها جو نوت ان فوا

مانا في الموطور نتاعي كي نحكي على النومبر دو با هما 8 با بارتور وديجا عندنا 8 با بارتور اوكي okay. دي تيرمي لا سيكونس لسي... داليمونطاسون دي بوبين وقت نقولوا اه هنا لا سيكونس داليمونتاسيون شنقولوا اه هنا كو سي لالمستوى تاع البوبين شنقولوا اوني ديراكسيونيل بلوس سيميتريك دونك euh, لاليمونتاسيون تاع لي سيكونس نتاعنا نتاع لي فاز نتاعنا اول حاجه سوسون دي فاز اوني ديراكسيونيل بلوس سيميتريك اللي هما هنا لي بوبين سون تاليمونتي مره ا مره ا بي بعد بي بعد بي سي بعد سي بعد سي دي بعد دي بعد ا اللي شفناها في التابلو هنا دي فاز اللي شفناها حسب بالطبيعه لا كوموند نتاع اللي فاز اللي جاي من السيركوي دو كوموند كان هذايا هي الاجابه نتاع الريبونس نتاع لاكتيفيتي نيميرو 6 اللي هي موجوده في الباج 161 بش نلقاكم واحد هنا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر جديد السلام عليكم ورحمه الله